لي انا تنمثلو هنايا في مصر في مدينه الاسماعيليه. انا فرحانه بزاف حيت شاركت في هذه الفعاليه. هذه هي الصراحه فرصه كبيره اللي تعطات لي. انا اول مره تنشارك في شي ملتقى هكا دولي. هنايا تلاقيت بزاف ديال الناس من بزاف ديال البلدان، كاين المغرب، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين ليبيا، مصر والاردن. يعني تنشكر بزاف صوت الشباب العربي اللي عطانا هذه الفرصه باش نتلاقاو كاملين ونتبادلوا الافكار ونعرفوا نتعرفوا على ثقافات جديده. فهاد الفعاليه هذه يعني تعلمت منها بزاف ديال الحوايج اللي غينفعوني على المستوى الشخصي والبروفيسيونيل، يعني بيرسونيل وبروفيسيونيل. وشكرا بزاف للمؤسسه الالمانيه، شكرا بزاف البريتيش كونسل، شكرا بزاف للمنتدى المتوسطي للشباب اللي دار فيا الثقه وعطاني الفرصه انني نجي نمثل في مصر، وشكرا بزاف للناس المسؤولين على هذا البرنامج اللي يعني نجحوا هذا البرنامج بزاف بالتعاون ديالهم والتفاهم ديالهم.